السلام عليكم. شوبير دي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي زابوني لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي تكشف حقائق، قناة اللي تتكلم على اشياء كما يقول راه غادي يجو، غادي نشوفوهم اشهر شهرين سيمانه مول بارتيه، نشوفوا تطوروا واحد الصوالح ونكشفوا الصحافة، هذا الصحافة الغبية نكشفوهم، خاطش عليه يتسطرون على المهازل والفضائح تاع ذا زتشي، تاع ذا زتشي وهذا المجموعة تاعه، باش نتكلموا الحقيقة. وقبل ما نبداو نترحموا على شهدائنا، وكي نترحم على الشهداء، كلمة الشهداء أي محطوطة في القرآن منزولة في الكتاب تاع الستين. أنا ما نستهزأش بذكر الشهداء، خاطش لا نستهزأ بذكر الشهداء، نستهزأ بالقرآن والأحاديث النبوية باش ندخلوها لكم. لا باش نسألكم، حنا اليوم نكملوا في المشروع تاعنا، وهي خليها تصدي اتحادية زتشي، خاطر حاجة كي نكون مأمن بها نهدرها، حاجة كي نكون مأمن بها نهدرها. وجي الشعب معاك يا جمال بالماضي ومع اللاعبين المحترفين، خاطر علاه هذا الناس باغي يلصقوا زتشي اشتاقلكم. انا قلنا زتشي بلي قلعوا له كاع صلاحيات، زتشي قالكم نمشوا مر بالماضي، لازم تتفهموا الكلام، نمشوا مر بالماضي كيما قال لهم احنا رانا مساندين ماجر، كيما قال لهم رانا مساندين ماجر، فاني كيما هكا كلام واحد نهار ماجر نهار الكاراس قال لهم نوقفوا مع المدرب، نهار ماجر قال لهم رانا مساندين ماجر، ومع بالماضي اش قال لهم نمشوا مورا، كل خطا يجيب لكم كلمه خياتك يقعد مسكين. كيما راح للطارف شاد لهم جا لهنا العطاف، العطاف دار مشروع تاع 3 سنين، انت رئيس اتحادية كي دير مشروع تاع 3 سنين، علاه دير مشروع تاع 3 سنين؟ هادو من بعد هادو الامور من بعد نتكلم عليهم بالادلة، غادي نتكلم عليهم بالادلة، الديريكتور تاع الدي جي اس كلش غادي نجبد كاع، غادي كاع كلش نجبده بالأدلة اليوم ولا غد ما شاء الله، كلش نقارو غير لي فاكس برك، نقارو غير الفاكس برك. حنا اليوم نوجه رسالة صغيرة لهذا واحد صحافي البارح في التلفزيون شي يهدر، قال لهم بالماضي راه ناسي بلي الصحافة هنايا مش كيما تاع قطر، على نتوما صحافة، يهدر معايا يهدر، نتوما صحافة، يتكلم معايا، نتوما صحافة، نتوما محللين يا الحالين يا المحللين، قولوا لنا نتوما اي انا يضرب هذا زتشي، نتوما الصحافه هذا كمال مهوي وهذا الصحافه كاع نفيسه وكاع كنتو تهضروا كاع هضرتوا كاع، قلتوا لنا بلي هذا زتشي عنده مشروع، عنده مشروع استعجالي وعنده مشروع ناجح راه جايبه عامين، نعاودو نولو السياسة الأولى تاع السيد الحاج محمد راوراوة، ضرب كي تشوف بريزيدون يقول لك عندي مشروع تاعي غادي نجيبو واللاعب المحلي و 90% اللاعب المحلي ملي نجيبو لازم يكون خير من تاع بارادو، لاعب محلي لازم نجيبو مليان حبة زوج محرز ابراهيمي لا زير روحو كيما قالت تما هذه الهضره تاعهم ولا يهضروا بها. دروك النهار الاول مي جا هذا زتشي اش قال لكم 90% لعاب محلي ومليه نجيبوا الاحسن، تما نجيبوا محرز ابراهيمي لا زير روحو نجيبوه، تما نجيبوه بليزير، ها هو راهي ديك الهضره، ها هو ديك الهضره وين راهي؟ وهذو الناس اللي كانوا يهضروا بالك حسبتونا نسيتو ولا نسيناكم؟
طاشك لي السردينه، بالك كان لي 3 قناطر سردينه من حيت جات الان، واحد شاليتي تاعو تاي كالي كاع ما ننساش والو. بس انت خايب لي راسك، كنتو تقولوا لنا بلي الفتى ذهبي، الفتى ناجح في بارادو وجاب لنا النجاح تاعو غادي يحطو، وين راهم؟ وين راهم؟ لو كان جا عنده خطه وجا عنده بروجي تاعه، اليوم انت جا الكاراس وجا ماجر لعبو تاع بارادو، لعبو تاع بارادو، احنا هي الحاجه اللي نعرفوها، لعبو تاع بارادو، وكان زاتشي يؤثر بشكل كبير على المدربين السابقين الكاراس والو ماجر لاستدعاء لاعبين تاع بارادو الى المنتخب، حتى سمعوا منا سمعوها، حتى تسهل المهمة تسويقهم وترويجهم وترويج الصورة تاعهم سواء كان داخل الجزائر ولا خارج الجزائر، كي نقولوا خارج ما نقولوش اوروبا، تونس تونس من المهم التوانسه كرههم لله على روحهم، عمرهم كانوا يجيبوا من لافريك ويجيبوا الاحسن من لافريكا، ماشي كيما تاوعنا لي زيكيب تاوعنا يجيبوا دوك مساكين اللي يجوا يبيعوا لهنا، يجي يطلب تيسيب روحو يجي يقول له اعطيني صدقه صدقه، تيسيب روحو 100 جوار هنا في الجزائر، ولا يجيو دوك الفراشه، دوك الفراشه اللي يبيعوا المسواك، يبيعوا الاخرين، يبيعوا منا، يبيعوا كلشي يبيعوه، جاو مساكين صاب كيما مع والتاكيدي، جا طالع من موريتانيا مسكين خد با يخدم على روحو زوفري، جا طالع مسكين دارو السيد طاب تا ولا 100 جوار في الجزائر، ما تعقلوش عليه ولا هاو الصحافه، نتوما كي راكم تتكلموا يا صحافه، انا شت انا يا ذاك ما تام، شت شعيب، شت بالشيخ، شتهم كاع، شتهم هاد الناس، مي تقولوا البطوله يدلو هاك منحرفه، الصحافه من يكتبوا يقول لك منحرفه، من يهضروا يقول لك منحرفه. خطره نتفرج في ذاك فيسا كامل مهوي ايام عشان بغاو يهضروا على فينال تاع كوب دوروب، كانوا يهضروا على الفينال تاع كوب دوروب، ومن بعد جبدوا البطوله تاع، قال لهم من المستوى العالي غادي نهودكم كاع نطيح لكم المورال، قال لهم من الفوق غادي نطيح لكم المورال، وانت اليوم كي راكم تحوسوا على بلي جمالي لعب لكم تاعكم، هو قلتوا ما كاش خطره تقولوا بلي ما عندناش بطوله، ما عندناش لعابه، وما كاش تكوين، خطره تجو تقولوا لنا كاين التكوين، كاين اللعابه، كاين التكوين وكاين اللعابه، فهموا تقولوا لنا ما كاش تكوين وبعد تقولوا لنا كاين لعابه، كي ما كاش تكوين تسمى ما كاش لعابه، فهموا روحكم، يا بركاو من الكذب الناس فاقد، وكرهنا منكم، نتوما منافقين اودي، يا تزهموا روحكم، ما عندكم شخصيه، ما عندكم مبادئ، ما عندكم مواقف، ما عندكم والو، فهموا روحكم. كاين تكوين ولا كاين لعابه؟ راكم تقولوا ما كاش تكوين، كيفاش تهضروا تقولوا كاين لعابه؟ كيفاش في المنام صدتوهم؟ وهذه الحاجه تبين باللي هذا زاتشي اللي نتمناه يخرج في اقرب وقت، خاطر علاه الحمله اللي جايه مكاش هذه تاع منا ولا مليا، مكاش حمله كبيره، وهذا هذا هذا حاكي مدان وكلش، لو كان جا عندهم بروجي اليوم نشوفوا اللعابه المحليين، ما عندهم حتى بروجي، جابوا دوز اونترينور ولاو يعطون في الدراهم وقالوا لهم حنا نديروا ليستا، جا بالماضي مشي جاب مشي بزاتشي جاب بالماضي، ماشي زاتشي جاب بالماضي، دخلكم ليه في رسالكم، ونتحدى اي واحد لي نيغوسا مع بالماضي، واليوم نطرطقها لي نيغوسا مع بالماضي وضمن بالماضي، هو السيد الحاج محمد روروا وبيره، كاين زوج فهموا هذه ماشي، ما قبل حتى واحد يقول لي والله يسهل له، اللي بيكذبني كذبني، خاطر من بعد يجي الوقت، يجي الوقت بالك الله يجعل نكونوا متنا، خاطش على غادي نجيب فيديو هذا نعقل عليه نجيبه ونحطه نقول لكم ودي هي،
لي نيقوسا معاه بيريف والحاج محمد راه روا تزوج ضمنوه في الفريق الوطني. قالوا له صلاحيات هذاك طاير منها، ما عنده حتى صلاحيات، هذاك غادي تسيبو مع الشاب يقول لهم يا ودي نمشوا موراه. الاولى مع ايكاراس قال لهم نوقفوا، مع ماجر قال لهم نساندوا، واليوم قال لهم نمشوا. امشي يقعد تمشي، يقعد تمشي، يقعد تبع في ما في بالماضي. يقعد لو كان جا عندك بروجي قاعد بلاصتك ما قاعد راغب. هاللعابة تاوي يلعبوا تيتيلر بصح ما عندهمش مستوى. اخرج قعر باش تدخل بلي براسك. هذه هي، وهذا هو هذا هو مصير اللاعبين تاع بارادو مع جمال بالماضي. انا قلت لكم بلي هذو اللعابه خاويين مساكين في المشتى يضربوا البطاطا مقليه فريت فريت وحده، وفي الصيف يضربوا اللونتي ويقولوا لهم يقولوا لهم العبوا. ما كان لا تكوين لا والو، خاطش ما عندوش اللعابه تاعو هذا. يروح يجيب من الصحراء، يجيب من الوهران، يجيب من قسنطينه، من العنابه، يديرهم لي ليسونس ويقول لهم التاوعي خريج التاوعي خريج التاوعي. عقل عليها، وجد كفنك، وجد كفنك، كي انت كي مدك كي كاع وجدوا الكفن تاعكم. بزاف يقول لي سانكم.